قوته هنا ما هي؟ لأنه الجلد يعتبر عضو من أعضاء مشروع وطني. الدولة الجزائرية تحط له يعني أموال ليه أي يرجع، لأنه استخلاص الجيلاتين هي حلقة أخيرة من سلسلة للحلقة نتاعها الأولى، والحلقة الأخرى هو المربي. يعني باش نوصلوا استخلاص الجيلاتين لازم نوصلوا نرافقوا المربي وندعموه في التربية وندعموه في الأكل وندعموه في المراعي من أجل الحصول على جلود ذات جودة لاستخلاص جيلاتين ذات جودة اللي راح يساهم في الاقتصاد الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد. الجنوب الجزائري معروف بتربية الإبل واستهلاك واسع لمادة اللحم، وخلال السنوات الأخيرة لاحظنا باللي كاين استهلاك واسع لهذه المادة. يعني كل ما زاد استهلاك مادة اللحم كل ما زاد ذبحها، إذا كل ما زاد إنتاج الجلد، يعني حصيلة الذبح هما مخلفات. هذا من خلال من بين هذه المخلفات اللي هو الجلد. لذلك حاولنا نثمنوا هذه الثروة اللي راهي مهمشة من أجل إنتاج مادة راهي مطلوبة على السوق المحلية والسوق الدولية.